أهم حدث علمي بيقام سنوياً هو توزيع جوائز نوبل اللي بيتم في شهر أكتوبر كل سنة. النهاردة هنتكلم عن جائزة نوبل للفيزياء. أنا عبد الرحمن عمار وأهلاً بكم في سبيس تايم مان. النصف الأول من جائزة نوبل أخذها العالم البريطاني روجر بنروز اللي اكتشف تكوين الثقوب السوداء، وده كان تنبؤ قوي جداً للنسبية العامة بتاعة أينشتاين. والنصف الثاني من جائزة نوبل أخذها العالم الألماني رينهارد جينتزل مع الأمريكية أندريا جينز، لأنهم اكتشفوا جرم ضخم في مركز مجرتنا مجرة درب التبانة. وبالمناسبة أندريا جينز تعتبر رابع امرأة تاخد جائزة نوبل في الفيزياء. خلينا بقى نبدأ بروجر بنروز ونشوف هو أخد جائزة نوبل في إيه بالضبط. خلونا نرجع لسنة 1784. الفلك الإنجليزي جون ميشيل اقترح فكرة ذكية جدا بس مش متناسبة مع عصره. قال يا جماعة في جرم ضخم موجود في الفضاء، والجرم ده بيعمل على سحب جميع الحاجات اللي موجودة في الفضاء. الضوء نفسه ما يقدرش يهرب من الجسم ده، وقال عشان الجسم ده يتكون لازم يكون قطره أكبر من الشمس ب 500 مرة. وقال احنا ممكن نستدل على وجود الجسم ده من خلال الأثار اللي بيعملها، يعني الجسم ده الجاذبية بتاعته عالية جدا، فبالتالي هنلاقي تجمعات من النجوم حواليه بشكل غريب، ومن هنا هنعرف ان الجسيم اللي اقترحه ميشيل موجود ألا وهو الثقب الأسود. سنة 1905 العالم الشهير أينشتاين حط معادلاته في النظرية النسبية، ومن خلال المعادلات اتنبأ بوجود جسم بيعمل تشوه في الزمكان. احنا عارفين ان الفضاء من خلال تصور أينشتاين عبارة عن شبكة، الشبكة دي اسمها الزمكان، الزمان وثلاث أبعاد للمكان. كل ما الجسم كانت جاذبيته أعلى كل ما عمل انحناء للزمكان لأسفل، يعني الشمس بتعمل انحناء لأسفل في الزمكان والأرض بتدور حوالين الشمس، لأن الانحناء الزمكاني بتاع الشمس أكبر من الأرض. أينشتاين قال يا جماعة في جسيم بيعمل تشوه كبير في الزمكان، والجسم ده عبارة عن نجم بس كتلته منضغطة، وهو ده الثقب الأسود. وسنة 1967 العالم جوسين بورنيل اكتشف نوع من النجوم اسمه النجوم النيترونية. طب ايه علاقة النجوم النيترونية بالثقوب السوداء؟ النجم ليه مراحل حياة، والنجم لما بينهار بيتحول لحاجتين، اما هينكمش ويتحول لثقب أسود، او هينهار على نفسه ويتحول لنجم نيتروني. بمعنى لو احنا شفنا او لو احنا لقينا نجم نيتروني فطبيعي جدا ان احنا نلاقي ثقوب سوداء، لان كل نجم زي ما قلنا ليه مراحل حياة وكده كده لازم يمر بيها. 11 فبراير 2016 مرصد ليجو رصد موجات للجاذبية، والموجات دي كانت نتاج من الثقوب السوداء. وسنة 2018 تم رصد 11 موجة من موجات الجاذبية، 10 منهم كان نتاج للثقوب السوداء وواحد منهم كان نتاج للنجوم النيترونية. وسنة 2019 حصل أهم حدث علمي في السنة دي وهو تصوير الثقوب السوداء. احنا كده استعرضنا بشكل مبسط تاريخ الثقوب السوداء. طب روجر بنروز اللي أخذ جائزة نوبل في الثقوب السوداء هو ضاف ايه جديد يعني؟ بعد ما أينشتاين مات الله يرحمه بعدها بعشر سنوات بنروز وصف بالتفصيل ازاي الثقوب السوداء بتتكون. يعني لما أينشتاين حط معادلاته في النسبية العامة هو قال ان في ثقوب سوداء بس ما قالناش ازاي بتتكون، يعني المعادلات الرياضية اللي كانت في نسبية أينشتاين اتنبأت بوجود جسم بيعمل تشوه في الزمكان. طب الجسم ده يا أينشتاين ازاي يتكون بالتفصيل؟ الرياضيات اللي بتفسر ازاي الثقوب السوداء اتكونت محدش كان عارف. روجر بنروز اجا واستخدم اساليب متقدمة في الرياضيات وتأكد ان الثقوب السوداء نتيجة حتمية لمعادلات أينشتاين. يعني من الاخر كده أينشتاين ما كانش متأكد هل في ثقوب سوداء ولا لا، هو قال ان في جسم بيعمل تشوه في الزمكان. طب يا ترى الجسم ده موجود ولا مش موجود؟ انا كأينشتاين ما اعرفش، بس احنا اتأكدنا سنة 2019 ان في ثقوب سوداء، وروجر بنروز قال لنا بالتفصيل ايه علاقة الثقوب السوداء بالنسبية العامة، يعني ليه الثقوب السوداء هي نتيجة حتمية لنسبية أينشتاين العامة، وازاي الثقوب السوداء بتتكون بالتفصيل. كده بقى احنا خلصنا من النص الاول لجائزة نوبل بتاعة روجر بنروز. خلينا بقى ناخد النص الثاني. راينهارد جينزل واندريا جيز اكتشفوا ان في جسيم غير مرئي كثافته عالية جدا، والجسيم ده بيعمل على تغيير مدارات النجوم. يعني العلماء لاحظوا ان النجوم بدأت تدور حوالين الجسم الغير مرئي بشكل غريب، والعلماء ما كانوش عارفين ايه الجسيم ده. جينزل وجيز كانوا بيراقبوا منطقة اسمها القوس A، ودي موجودة في مركز مجرتنا مجرة درب التبانة. ومن سنة 1995 لحد سنة 2020 العلماء كانوا بيراقبوا 90 نجم، والعلماء لاحظوا ان مدار ال 90 نجم اتأثروا بشكل غريب، يعني مداراتهم اتغيرت بسبب وجود جسيم احنا مش عارفين ايه الجسيم ده. يعني الجسيم ده موجود وبيعمل على تجمع النجوم حواليه،
طب الجسيم ده ايه؟ عبارة عن ايه؟ والله العلماء كانوا محتارين، هل ده ثقب اسود وده الرأي المرجح، ولا هل ده جسيم تاني واحنا ما نعرفش ده عبارة عن ايه؟ بس بعد عمل طويل واستخدام التكنولوجيا الحديثة خلاص عرفنا ان ده ثقب اسود، والثقب الاسود ده موجود في مركز مجرتنا، مجرة درب التبانة. رئيس جائزة نوبل للفيزياء ديفيد هافلاند بعد الاكتشاف ده صرح وقال ان اكتشاف ثقوب سوداء في مجرتنا بيفتح افاق جديدة في دراسات علم الفلك، لان احنا مش عارفين البيئة اللي بتحيط بالثقب الاسود. يعني احنا لو حبينا نعيش عند الثقب الاسود يا ترى الظروف هتبقى عاملة ازاي؟ ما نعرفش. بس بعد الاكتشاف ده وبعد اكتشاف ان في ثقب اسود موجود في مركز مجرتنا، مجرة درب التبانة، هنقدر نتنبأ بالظروف اللي حواليه، وهنقدر نعرف ونتأكد ايه اللي بيحصل جوه الثقب الاسود، لان العلماء مش عارفين ايه اللي بيحصل جوه الثقب الاسود. جميع القوانين الطبيعيه بتنهار داخل الثقب الاسود. يعني جائزه نوبل للفيزياء سنه 2020 كانت بخصوص الثقوب السوداء، النصف الاول منها بسبب اكتشاف ازاي الثقوب السوداء بتتكون، والنصف الثاني منها لاكتشاف ثقب اسود في مركز مجرتنا، مجرة درب التبانه. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك، ولو انت بتتابعنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك، وفي النهايه ما تنساش تبص على المصادر، لان الكلام اللي قلته ممكن يبقى غلط ومحدش عنده الحقيقه المطلقه، فدور على الحقيقة بنفسك.